بسم الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وقائدنا الأعظم عليه الصلاة والله والسلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت؟ بعض المفسرين قال الجبت هو السحر، يعني خرجوا الناس من عالم الواقع إلى عالم اللاواقع وهو السحر. والسحر مذكور في القرآن، وما شكون يعلم الإنس والجان هذا اللا علم بالحقيقة، ما حب يدي به فرق به بين الزوج وزوجته أو الزوجة وزوجها، ما يجم يوصل يحق النزاع بين الزوجين إلا بمشيئة الله، لأن قلنا لا مشيئة إلا مشيئة الله، كما سبق تحدثنا عن المشيئة الإلهية التي لا يمكن أن يرتقي إليها أي نوع من المشيئة الكونية. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب من الكتاب يؤمن بالجبت والطاغوت؟ الطاغوت هو حكم مغاير أو مناقض لحكم الله، وعندنا اليوم برشا مفاهيم حتى اللي يدعون الإسلام يقول لك الطاغوت ما يفهمش معنى الطاغوت. ويقولون الذين كفروا، يعني جيل القريش يكون واسطة في الشهادة، هنا ما لا حق. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام والرعيل الأول عليه رضوان، ولا قريش اللي عاشت في ظلمات الجاهلية الأولى، وما زلنا نتبع اليوم الكرب ما زالوا في جاهليتهم دي قاعد تتعبن وزيد يقبح حاله ولا ما. ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى، شوف شهادة اليهود والنصارى شهادة باطلة، وانتم مشيتوا طعتوا في الفخ اللي الضلالة والخسران المبين هم الصهاينة والكنائس برمتها أو بسبب كليتها يشهدون بالباطل. انت مسلم كما يريدون، اسلام امريكي، اسلام انجليزي، اسلام جرمني، اسلام فرنسي، اهلا وسهلا، مرحبا بك، يعرفوك لست بمسلم. هما اكبر حاجه يتمناوا ان لا يكون من يدع الاسلام مسلما، هاو شيء. نحن نقول لكم خاب فألكم وسعيكم، نحن اهل الاسلام بحق، نحن أهل القرآن بحق، ونحن أتباع الرسول محمد عليه الصلاة والسلام النبي العربي المخلص يا رب العالمين، وهو الأمين وهو الصادق. أحببتم أم كرهتم، والسلام على أهل السلام.